وعايزك برضو ترد لي على حاجة في السياق ده. الناس بتقول لك ماشي الدولار ثابت بقاله فترة، وبالمناسبة وانا بقولها وانت ممكن تطبق على كلامي، اي عميل عندي او اي واحد عايز بيطلع دولار او بياخد دولار، الدولار موجود في البنك كويس قوي، يعني فور ما فيش اي شكوى ساعة. ولا الهوى، يعني انا بشهد بده، ودي حاجة كل الناس اللي بيشتغلوا في البيزنس عارفينها كويس. السؤال بقى ليه في بعض الاحيان بتجيلك اشاعات، لا خلي بالك من الدولار طالع، لا خلي بالك مش عارف ايه، هل الكلام ده ليه اي معطيات على الارض؟ لا، وهقول لحضرتك ليه. حجم تدفقاتك اللي جايه من السياحه عمال بيزيد، وده واضح جدا. اداره قناه السويس مستقره تماما. حجم الاف دي اي الاستثمار الاجنبي المباشر ثابت وبيتحرك، ولو انت حسبته الحسبه السليمه، يعني نسبتنا من اجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر على مستوى العالم، انت نسبتك زايده السنه اللي فاتت او قفزت كنسبه 50%. ودي معناها على طول ان انت عندك فرص زياده. الاستثمار الاجنبي على مستوى العالم نزل السنه اللي فاتت 41%، واحنا عندنا في مصر كان زايد. فده معناه ببساطه ان انت ماشي بخطه كويسه. الجزء الثالث تجار العمله بقى. ما هو ما فيش دلوقتي كل الدول اللي حوالينا اسعار العملات عندها عماله بتنقص وعماله بتزيد. لا احنا محكومه عندنا قوي الحته دي تقريبا، ما فيش دلوقتي خالص. فاحنا بالنسبه لنا هم عمالين يشتغلوا، يلا يا جدعان الحقوا، لا ده الحكومه هتحرك سعر الصرف، ايه هيحصل كذا كلام. الوضع مستقر تماما بالنسبه لي. بالعكس الفتره اللي فاتت كانت ناس بتراهن عن الحكومه هتزود اسعار الفايده عشان خاطر الزيادات اللي حصلت على مستوى العالم. البنك المركزي المرتين ورا بعض ثبت اسعار الفايده. طب استاذ محسن، واحنا بنتكلم انه المناخ مهيئ الان لجذب المزيد من الاستثمارات، وبالفعل الاستثمارات موجوده وفي شغل بيحصل على الارض، لكن انا يهمني المستثمر برضو المحلي القطاع الخاص. ولفتره طويله وكم سنه اللي فاتت كنا بنحس وكنا بنتكلم معاهم ان هم متخوفين قلقانين، هنشوف الوضع هيوصل لفين وبعد كده ندخل ونشتغل بقوه. طب الدوله هتفسح لنا مجال ولا لا؟ انا هنا ازاي اعتمد على القطاع الخاص؟ ازاي المنتج او المستثمر المحلي يكون حاضر وبقوه في المشهد اللي بنتكلم عنه؟ سؤال مهم، انا عامل حلقه كامله بكره عن الموضوع. لا بص يا فندم، المستثمر المحلي هو بالفعل اللي موجود. لو بصراحه شديده وبيانات الارقام صحيح واضحه تماما، اكثر من 70% القطاع الخاص بيمثل لوحده 70% من الاستثمارات اللي موجوده خلال الفتره اللي فاتت. حجم الاستثمار الخاص في مصر زايد السنه اللي فاتت باكثر من 27%. هي الفكره ببساطه عشان بس لما بنتكلم معاهم يقول لك في مصانع واقفه، في شركات مش شغاله. هي دي الفكره. ايوه هي دي. يقول لك ايه، انا حاسس انه عشان اكون امين جدا مع حضرتك، وهي دي القاعده ده التكليف اللي انا خدته يوم ما توليت هذه الهيئه. اتفضل دكتور صحر. كان واضح مفيش مستثمر اجنبي هيجي من بره يحط استثماره غير لما المستثمر المحلي يكون مستثمر. صح، لازم المستثمر المحلي يشتغل ويشتغل بقوه. تراكمات السنين اللي فاتت لازم تتحل، المشاكل الصغيره اللي موجوده اللي ممكن تعطل الاستثمار لازم تتحل باقصى سرعه. احنا شركاء مع المستثمر اللي عنده ازمه، احنا فاتحين ببالنا تماما عشان نتحرك عليها، بنجري عشان دلوقتي يعني برضو عشان اكون امين، مش وزاره الاستثمار وحدها هي اللي هتحل مشاكل البيروقراطيه في مصر، عشان برضو احنا ممثلين المستثمر في مصر. فاهم، بس التطبيق العملي بيقول انه انت محتاج تتكلم مع خمس وزارات على الاقل وخمس محافظات عشان تقدر تتحرك يعني. معاهم اضغط، يعني التنسيق ما بين كل الجهات المعنيه دي كانت دايما حلقه مفقوده عندنا، انه احنا هتكلم مع مين، فلازم يكون كل هذه الجهات تشتغل للهدف الاساسي اللي بنتكلم فيه. حضراتكم سالين صغيرين جدا. اتفضل. اكتر جهتين بنتحرك معاهم ودايما بيكون في شكل من اشكال ضروره التنسيق معاهم، وزاره الماليه عشان الضرايب والجمارك. طيب. ووزاره الصناعه عشان عمليات الترخيص والاستيراد وعشان خاطر الترخيص الصناعي. في لجنتين مشتركتين عاملاهم الدكتوره صحر بالتعاون مع معالي وزير الماليه ومع وزير الصناعه، بتجتمع كل 15 يوم عشان لو في موضوعات احنا على المستوى التنفيذي ما حليناهاش تتحل على مستوى الوزاري فورا او ما تتاجلش. ده كلام جميل، ده كلام جميل.